ما أكثر الفواجع في بلادنا والتي تهز أوساط مجتمعنا يوما تلو الآخر، ففي حادث مأساوي هز قلوب الكثير من الناس فقدت 12 روحا بريئة كانت في طريقها للسفر من صنعاء لتحط رحالها إلى بارئها في منطقة باب العين باتجاه محافظة الحديدة. فبينما كانت الأسر ذاهبة في رحلتها نحو الحديدة وقع هذا الحادث المؤلم ظهيرة يوم الاثنين 14 من أكتوبر الجاري، حيث كانت السيارة تحمل على متنها نساء وأطفال لعائلتين من محافظة ريمة لينحرف السائق عن مساره ويؤدي ذلك إلى تصاعد النيران مهددة بإنهاء حياة ركابها قبل أن يصل أحد لمساعدتهم. يا الله يا الله، واحد واحد قدرنا سحبنا ثاني، ها سحبنا واحد ثاني يا نو حي وذير ولا عاد ميت. حادث يوم الاثنين الذي ساري رحيلك سري كان في خط صنعاء الحديدة يؤدي إلى وفاة 12 شخص، كان بسبب سقوط الصبرة الأمامية للسيارة الهيلوكس مما أدى إلى ثقوب التانكية البترول كان ممتلئ على الآخر وسقوطها على معبر أسيوط بجانب الطريق، ما أدى ذلك إلى إغلاق نوافذ على الركاب، وكان مركب بصعب الهيلوكس شبكة حديد في الخلف مما كان بمثابة سجن للركاب اللي في الخلف، ما أدى إلى احتراق قنبلة كامل ونزول البترول إليهم في أقل من الدقيقة، وكان الركاب كلهم في بيحترقوا، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. كان السبب الأبرز وراء هذا الحادث الأليم عطل فني في السيارة ناهيك عن سرعة مفرطة أدت إلى انقلابها وسقوطها في ساقية الطريق واحتراق من فيها من الأبرياء. وعلى الرغم من جهود المواطنين ورجال المرور في إطفاء الحريق وإنقاذ المصابين، إلا أن الحصيلة كانت مؤلمة، فقد احترقت السيارة بمن فيها من الأطفال والنساء، ما أدى إلى تفحم أجسادهم المستغيثة ليتركوا في نفوس ذويهم أثراً عميقاً يصعب نسيانه. أنصح السائقين عند سفرهم الحدود الطويلة لربط حزام الأمان وعدم تجاوز السرعة الزائدة في المحدد قانوناً، وكذلك صيانة السيارة من الفرامل والإطارات المنتهية، وكذلك الإضاءات الأمامية والخلفية، وأنت الانشغال بغير الطريق مثل الحادث وغيره، وكذلك الحذر والانتباه عند هطول الأمطار، وكذلك الحذرات والمعطفات. هي دقائق معدودة قد تأخذ من السائق القليل من الوقت لتفاقد سيارته قبل الشروع بالسفر، لكنها تحافظ على الكثير من الأرواح البريئة لتبقى مثل هذه الحوادث ذكرى أليمة للكثير ممن فقدوا أحباءهم، وتحث الجميع على أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وهي دعوة جادة للتأمل والتفكر في قيمة الحياة والحفاظ على الأرواح وعدم التهاون في سلامة السيارات، ولا بد من التأني في الطرقات حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي المؤلمة. رحم الله الضحايا وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله والله لا كارثة، والله لا كارثة.